الأمرار. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم جياوية بريس. بأسبق التحيات والشكر الجزيل على تلبيتكم دعوة الحضور معنا في هذا اللقاء الذي نعتبره في الحقيقة في سياق لقاءات التي ينظمها مركز أجيال 21 الثقافة والمواطنة لقاء متميزا ولقاء ذا طابع وصبغة خاصين. فإن اليوم أيها الأخوات والإخوة أن نخصص نشاطنا في الحقيقة ضمن الأنشطة العادية التي ينظمها عادة مركز أجيال 21 الثقافة والمواطنة وهي تقديم مجموعة من الكتب والتعريف بهذه الكتب من أجل تقريبها إلى عموم القراء، في حين أنه بالنسبة للداخل اليوم العالمي للفلسفة لاحظنا ونلاحظ أن اليونسكو لم تحتكر هذا اليوم لكي تكون هي المشرفة المباشرة عليه، بل دعت إلى أن هذا اليوم يخص وكانت العلاقة بيننا إلى يومنا هذا. صراحة لست أدري إن كنت سأوفي فاطمة حقها في الكلمات، لأن كل ما سأقوله في حقها قد اختزلته الكلمة التي نقلها الأستاذ عبد الغني عارف. حتى اليوم وفاطمة يسكنها هاجس واحد، هو هاجس كيف نخلق فينا الإنسان. محمد بهاوي، مؤطر تربوي، مديرية بن سليمان. اليوم كنا مع قراءة في كتاب الأستاذة فاطمة حلمي الغير وماهية الاختلاف من هايدغير إلى جون بول سارتر، وكانت فرصة مناسبة لطرح القضايا والإشكالات اللي تناولها الكتاب، وهي قضايا وإشكالات كتمس جوانب كثيرة من المعيش ديال الإنسان، سواء في صيغته المحلية وفي صيغته الخصوصية أو كذلك في أبعاده ورهاناته الكونية. شكرا. إما أركيولوجيا افتراضيا وإما عندما كانت المعرفة السر لم تخفى، كان هناك أبطال يكتشفونها ويكشفون عنها ويتحملون مسؤولية ما يكشفون عنه. مع التطور الفكري ظهر فاعل آخر، هو ذاك الذي يبحث عن الانتظام بين الأفكار المعرفة ويسميه البعض حتى بعيد نفس المعرفة، رغم أن الأثماوي طبقش معي فأبدأ. الأحكام الجاهزة وتقويض كل المنقول إلينا من القول والفعل عبر كل الأزمان وفي سائر كل الأمكنة، هذا الفكر الذي يحثنا على أن نهز جذع الطمأنينة والاستكانة. شكرا لمواكبتكم لهذا الاحتفاء باليوم العالمي للفلسفة والاحتفاء بنص فلسفي حول تيمة فلسفية هي الغير وماهية الاختلاف ما بين هايدغر وسارتر. الكراسة هي باقة من أفكار خلاصة قراءات خاصة وشخصية وخلاصة وتجسيد لفعل تدريس الفكر الفلسفي في الفصل الدراسي بالمدرسة العمومية، وما خلفه لدي من قلق يتجسد خصوصا في سير العديد من الدروس المنجزة من طرف أساتذة زملاء في اتجاه تنميط الدرس الفلسفي، فارتأيت أن أشاركهم هذا الهم عبر هذه الكراسة. الفكر الذي ينبهنا إلى أن استكانتنا واطمئناننا إلى الجاهز ليس قدراً. في هذا النشاط هذا اللي هو بطبيعة الحال جاء في سياق الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة، هو احتفاء بالمفكرة والمناضلة والحقوقية طبيعة الحال فاطمة حلمي في كتيبها ذا الحجم الصغير لكنه يحمل أفكارا عميقة، اللي هو كتاب الغير طبيعة الحال والاختلاف. يحمل هذا الكتاب طبيعة الحال مجموعة من الدلالات، دلالات في علاقتها بالإنسان،
أي علاقة الأنا بالآخر وما تحمله من علاقات الصداقة والتسامح والتعايش وكل القيم الجميلة والنبيلة. إذن في هذه اللحظة التي هي لحظة احتفاء أدعو كل الباحثات والباحثين وكل المثقفات والمثقفين وكل القارئات والقراء بطبيعة الحال أن ينفتحوا على هذا الكتاب الذي بطبيعة الحال يحمل مجموعة من الأبعاد التي هي أبعاد قيمية إنسانية، لأن الإنسانية قاطبة في أعماقنا جميعا. ومن هذا المنبر أشكر مركز أجيال 21 للثقافة والمواطنة لإحيائه المستمر والدائم لهذه الندوات الفكرية والثقافية. ومن هذا الباب أيضا أشكر كل المتدخلات والمتدخلين الذين بطبيعة الحال ساهموا في إنجاح هذه اللحظة التاريخية، وشكرا.